شاء الله نخدمو شوية على تكنيك شيميك ونمشو على البارتي الأولى. نشوفو أول حاجة التكنيك ديال الاكستراكسيون اللي يمكننا نعتبروها أنها واحد التقنية ديال الاستخراج أو الاستخلاص ديال بعض المواد. نمشيو مع أول تعريف عندنا هنا اللي هو الاكستراكسيون. دونك هي واحد التكنيك كنستخدموها باش نخرجو ولا نستخلصو واحد المركب اللي يقدر يكون مركب ولا واحد ولا أكثر، واحد الشكل انتقائي، واحد الخليط أولي اللي يقدر يكون حتى هو إما حيواني أو لا نباتي. سيو لا باز دي بروبريتي شيميك أو لا فيزيك. دونك هاد الاكستراكسيون كيتضمن واحد النقل ديال المركب من واحد المرحلة إلى مرحلة أخرى. عندنا إما كتكون واحد المرحلة اللي هي سائلة حتى المرحلة أخرى اللي هي أيضا سائلة. هنا يعني كنقولو عندنا واحد الاكستراكسيون ليكيد ليكيد. أما من كتكون عندنا واحد لافاز سوليد لواحد لافاز أخرى اللي هي ليكيد، هنا كنقولو عندنا اكستراكسيون سوليد ليكيد، استخلاص سائل صلب. عندنا اكستراكسيون باغ سولفون اللي هو الاستخلاص عن طريق دوك المهيبات. يمكن هنا يتألف عن تمرير المادة المراد استخلاصها. دونك ندير واحد الباساج من واحد المادة اللي حنا باغيين نديرو لها واحد الاستخلاص الى مذيب عن طريق الذوبة. دونك هاد الاكستراكسيون باغ سولفون كتضمن لي واحد ثلاثة ديال الخطوات. عندنا اول خطوة هي لا ميزون كونتاكت ديال داك السولفون داك سبستانس اللي كيحتوي على الاكستخي. دونك ملامسة ديال المذيب المادة المحتوية على المركب اللي باغي ندير لواحد الاستخراج. هنا كيمكن لي نقوم بهاد العملية هذه مباشرة باستخدام واحد المذيب ديال الاستخلاص ولا باستخدام الماء هو الأول. أولا من بعد عندنا لا فيلتراسيون هي الترشيح. هنا كيقول لك باش نقضي على ديك الكمية ديال الماء اللي محتمل أنني نكون احتفظت عليها في المرحلة العضوية كنستخدم واحد المادة مجففة. دونك كيتم واحد التصفية باش يجمع لي فقط المرحلة العضوية يعني كتكون خالية من الماء. من بعد كتجيني المرحلة ديال التجفيف لو سيشارج قالك بواحد الشكل عام. هنا كنبغيو ندير واحد التبخير ديال المذيب باش يكون عندنا غير واحد المستخلص يكون بوحدو. بالنسبه هنا للطومبيراتور قال لك كتكون واحد النقطه ديال الغليان كتكون منخفضه. من غادي نمشيو لي تيب ديال الاكستراكسيون باغ سولفون. عندنا اول الاكستراكسيون اللي هي سوليد ليكيد يعني سائله صلبه. هنا كيكون عندي واحد دونك بعدا هي واحد الظاهره تان فينومين كتكون بطيئه. قال لك هنا كيتم الاستخلاص ديال واحد المادة كتكون موجودة في واحد الحاجة صلبة وكنحولوها لواحد المذيب سائل. وبالنسبة للاباراي اللي استخدمناها هي الشيمة ديالها نخص تكون عارف كي دير تسميها ومن الأحسن قاع يكون عندك واحد الاطلاع على كل عنصر تما علاش كيصلا في حال داك الريفريجيرون كنحتاجوه للتبريد الاكستراكتور تعرفوا علاش دايرينو تما ديك الكارتوش علاش السيفون علاش كنديرو. يعني يقدر الاستاذ يحط لك هكذا شي ما يقول لك سميها لي ولا يقدر يحط لك عناصر ديالها ويقول لك عطيني الغول ديال اي وحده تما وما تنساش حتى السميه ديالها. يقدر يقول لك عطيني النوم ديال هاد لاباري هادي. يقدر عاوتاني يقول لك انا
كاينه تكنيك كنستخدمو فيها هاد لاباري هادي، تقول له تكنيك ديال الاكستراكسيون الى غير ذلك. دونك قال لك عندنا بعض الطرق هنا المختلفه باش في هاد الدراسه دي ديال في هاد التكنيك ديال الاكستراكسيون بار سولفون، نشوفو من بينها. دونك اول ميثود عندنا هنا في هاد التيب ديكستراكسيون هي لا ديكوكسيون. دونك هي واحد الطريقه كنستخدموها باش نستخرجوا واحد المكونات ولا روائح من واحد المستحضر نباتي بشكل عام عن طريق الإذابة ديالو في واحد الماء مغلي. عندنا كذلك الانفيزيون، اللي هي حتى هي واحد الطريقة كنستخرجو بها واحد المكونات نشطة ولا روائح حتى هي من النباتات. الفرق اللي كاين بينها وبين الاولى هي انه هنا كنديرو الإذابة ديال هاد النباتات هذه في واحد السائل يغلي غير في البداية، من بعد كنخليوه يبرد. عندنا كذلك لامازيغاسيون، اللي هي ايضا واحد تكنيك ديكستراكسيون سوليد ليكيد سائلة صلبة. هنا كنقومو بواحد الإزالة الأنواع الكيميائية اللي كتحتويها المادة صلبة عن طريق الإذابة ديالها في واحد السائل هنا كيكون بارد. دابا غادي نفوتو ليكستراكسيون ليكيد. دونك هنا التقنية هادي كتتيح لنا الإمكانية ديال استخلاص واحد المادة مذابة في مذيب باستخدام ديال مذيب آخر. نكشفكم هنا ويمكن نقوم بواحد الاستخلاص ديال واحد المادة ياك في واحد المذيب عن طريق الاستعمال ديال مذيب اخر، يعني بزج بهم ليكيد. دونك هاد المذيب الاخر كيتسمى مذيب الاستخلاص وكيكون بلي سوليبل، يكون اكثر قابلية للذوبان. عندنا واحد المعامل اللي هو عامل الكوفيسيون دو بارطاج، كان رمزو له بالكا كونستانت ثيرمو ديناميك او لا كونستانت ديكيليبر دو لا رياكسيون، واحد ثابت ديناميكي حراري او لا ثابت توازن للتفاعل. دونك واحد الرابور ديال لاكتيفيتي شيميك، دونك هي واحد النسبة ديال الانشطة الكيميائية لواحد المذاب كيكون واحد زوج ديال المراحل غير قابل للامتزاج اللي كيعتمدنا. دونك كيعتمدنا هاد الكوفيسيون هذا كيعتمد على درجة الحرارة والضغط. هنا كذلك تحت العلاقة ديالو كيقول لك يعطيني العلاقة تحت له هكذا كونسنتراسيون دو لا فاز بي على الكونسنتراسيون ديال لا فاز أ، ديني علاقة يعني عامة. قلك أثناء الاستخلاص بالمذيب أو كور دان اكستراكسيون باغ ان سولفون، قلك اختيار المذيب واحد ثلاثة ديال المعايير. داك المعيار الأول كيكون الحالة الفيزيائية للمذيب، قلك كيكون خصو يكون المذيب سائل عند واحد درجة الحرارة والضغط اللي تقدر تخليه انه يتم الاستخلاص ديالو. دونك عندي الكريتير الزوج اللي هو لاميسيبيليتي دو سولفون الامتزاج ديال المذيب. هنا قال لك لو سولفون دو اتر نون ميسيبل، دونك خصو يكون غير قابل للامتزاج مع لا فاز كي كونتيان انيسيالمون كومبوزي اكستري، مع لا فاز اللي كيكون فيها المركب المراد الاستخراج ديالو. عندنا الكريتير الثالث اللي هو لا سوليبيليتي اللي هي الذوبان، انا قال لك خص يكون المركب المراد للاستخراج ديالو شديد الذوبان في المذيب، سيتادير بوكو بلوس سوليبل دو لو سولفون كي دون لو ميليو وي سي تروف انيسيالمون.
قال لك هذا يعني انه خصو يكون اكثر قابلية للذوبان من المذيب منه. بلي صوليبل دون سولفون في الوسط فين كان في الاول كاع. وهنا قال لك غالبية الاحيان يعني جينيرالمون كيكون وسط مائي. قال لك لي سولفون ديكستراكسيون دوفون اتر اوسي يجب ان تكون هاد المذيبات ديال الاستخلاص تكون التخلص ديالهم باش تخلص منهم بسهولة بعد الاستخراج، وبالتالي تكون واحد الدرجة ديال الغليان منخفضة، وتكون عندهم كذلك واحد النقطة ديال الغليان بعيدة على المنتجات اللي باغيينها حنا باش ما تضيعهمناش. بالنسبة تاني للسمية تكون ما أمكن صغيرة، إذا كان كاع ما تكونش كاع يعني الحد الأدنى من السمية قدر الإمكان باش ما تضررناش دوك المنتجات اللي باغيينهم حنا. انت كذلك بان لي تيب الاخرين ديال الاكستراكسيون بحال لونترينمون لافابور ولا ليدرو ديستيليزاسيون اللي هي تقطير بالبخار ولا التقطير المائي. دونك هي واحد الطريقة كنستخرجو بها العطور ديال النباتات، قد تكون زيوت عطرية ولا باستعمال البخار، والهدف هو اننا نتخلص من بخار الماء وكيبقى عندنا غير داك المنتج الخام اللي بغيناه. عندنا كذلك طريقة اخرى اللي هي البريساج. هنا كندير واحد الضغط، هي واحد الطريقة لتشكيل المواد المختلفة اللي كتمثل في الضغط. انا نعطيوها واحد الضغط باش تعطينا واحد الشكل معين، شي شكل معين، ويمكن نبقاو هكذا نضغطو عليها وكتعطينا داك الجسم المراد استخلاصه. عطينا هنا ليكزومبل ديال واحد البرتقالة كضغطها باش تحصل على العصير. دونك داك الخام ديالنا هنا هو داك العصير. هنا كذلك عندي واحد الشيما ديال الاكستراكسيون باغ اونترينمون على فابور، هي هنا نفس الشكل خصك تكون ضابطها. تقدر ني تعطيك هكذا شي ما تقول لك سميها لي، ولا كما قلنا في الشيما اللي فات تعطيك هذوك السموات تقول لك لي غون تاعهم، ولا تعطيك هكذا شي ما فيهاش السموات تقول لك سميها الى غير ذلك. عندي كذلك لونفلوراج اللي هو حتى هو واحد الشكل من الاشكال ديال الاستخراج اللي كتستخدم بزاف في الصناعة ديال العطور. هنا غادي نعطيكم واحد ليكزومبل ديال بعض الانواع ديال العطور كيستخدم واحد النوع ديال الشحوم، كيهزو دوك الورود اللي فيهم دوك الرائحة وكيبقاو حاطينهم عليهم. دك يعني دوك الشحمة كتبقى تمص دوك الورود داك الماء اللي فيه، ومن بعد كيتم الاستخلاص ديال داك المادة اللي تأبسوربات من طرف دوك الدهون، وكيتم استخراج ديال العطور. وهادشي.